صعيدا للفنانة بشرى شاركت هند صبري البكاء بعد انتهاء عرض فيلم أسماء، خصوصا عندما شكرتها هند لدعمها كمنتج مشارك في العمل مع محمد حفظي وتقديمها كل التسهيلات ليخرج فيلم أسماء إلى النور، خصوصا وأن الفيلم يتناول موضوع الشديد الإنسانية عن سيدة مصابة بفيروس الإيدز وتصاب أيضا بالمرارة، ويرفض الأطباء إجراء الجراحة لها لدرجة إلقائها خارج المستشفى عندما يعلمون بإصابتها بالإيدز. وأحداث الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية لسيدة مصرية توفيت قبل أن تشاهد الفيلم المأخوذ عن قصة حياتها. سعيدة جداً أني أكون كامرأة وكمنتجة مع زميلي محمد حفظي ومجموعة الفيلم الجورجس الجميلة الرائعة هند صبري الامرأة في الأحمر، وعمرو سلامة كمخرج، وماجد الكدواني، والغائب هاني عادل، وباقي الكرو بتاع الفيلم. شكراً. انا شاركت في ابو ظبي في اول فيلم ليا وبشارك بيه في تاني فيلم، ووشه حلو عليا، فاتمنى يبقى وشه حلو عليا المره دي كمان. الفيلم ده بالنسبه لي قنبله، يعني قنبله فعلا احنا محتاجينها في مجتمعنا اللي واضح فيه جدا الوصم والتمييز. سؤالي بس له دعوه ب ما هو سبب، يعني هل ده العمر، هل انت حسيت ان لو ما عرفناش سبب النقل الفيروس لأسماء هيبقى التأثير يعني على المشاعر اقل؟ وهل تعتقد ان احنا دلوقتي في صدد فيلم بهذا الشكل بيصف كيفية نقل الفيروس، هل ده مش بيخدم الوصم الى حد ما؟ محدش ليه الحق انه يسالني المرض جالي ازاي؟ محدش ليه الحق ده؟ لو ما قلناش المرض جالها ازاي انا شايفها هتبقى فنيه احسن، وكلنا كنا شايفينها كده. ولو قلنا المرض جالها ازاي احنا كده بنخدم نفس فكره الوصم، ان انت لازم تعرف المرض جالها ازاي عشان تعرف معاها. طبعا دي كانت معضله، بس الاختيار كان بيزد بصراحه على حاجه مشاعر مني انا، لان انا اللي خلاني اعمل الفيلم ده هو قصه الشخصيه الحقيقيه اللي احنا كلنا ما كناش مصدقينها، ان في شخصيه حقيقيه فعلا اصرت انها تنام مع جوزها عشان تخلف له، وهي عارفه ان هو عنده ايدز، وعشان لمجرد انها حاسه ان هو عايز يخلف. وكانت التضحيه دي بالنسبه لي ما كنتش مصدق ان حد ممكن يعملها. وحتى ده كان نقاش ما بيننا كبير جدا، لحد ما قابلنا ناس كتير قالوا لنا ان ده حصل فعلا بالحقيقه، وحصل للسيده الاصليه اللي اتعمل عليها الفيلم. فده كانت حاجه انا شخصيا كنت حابب احكيها، كنت حاسس ان في خيانه انا ما احكيهاش لقصه حقيقيه. دي كانت اكتر حاجه عجباني، دي كانت اكتر حاجه اتكلمنا فيها في 3 سنين بتوع السيناريو. فيمكن ده اختيار اخلاقيا يمكن يكون مش احسن واحد، بس بالنسبه لقلبي انا كان نفسي احكي القصه دي. انا اتفرجت امبارح على اسماء، بصراحه مبادره عظيمه جدا من كل الناس اللي اشتغلوا فيه. فيلم اكثر من رائع، انبسطت جدا جدا جدا. حسيت ان انا يعني دخلنا في مستوى اعلى يتطلب وعي اكتر للنقد، وكويس يعني اداء هايل من كل الممثلين، قصة تمس احاسيس كل انسان، وبتناقش قضية مهمة جدا جدا جدا، وهي قضية الوصم والتمييز اللي احنا ناس كتيرة بتعاني منها في مصر وفي العالم العربي، مش بس المتعايشين بفيروس الـ HIV. انا بشوف ان الفيلم كان فيه تكتم شديد جدا من قبل كده على قصه الفيلم اثناء تصويره واحداثه بتدور عن ايه. واحده واحده ابتدوا بيكشفوا عن ان بطله الفيلم هي امراه في الاربعينات مريضه بالفيروس الايدز. القصه قد كده مليانه بكم من المفارقات الانسانيه الهائله جدا، بس انا مشكلتي مع الفيلم كانت السيناريو. انا بشوف ان السيناريو كان شديد التقليديه، بشوف كمان ان الاخراج كان على نفس المنوال. يعني احنا الواحد اطيح لي في المهرجان هنا ان انت بتشوف افلام ممكن تنتقل فيها من الماضي للحاضر، بتعمل قطعاتك، فكان في اجتهاد فظيع جدا في شكل البنى والسرد، وفي افلام كان فعلا فيها حقيقي مفاجآت. اسماء هو فيلم تقليدي، اقدر اقول ببساطه شهيره جدا في جمله ان هند صبري كان عليها العبء الاكبر مع مجموعه من الممثلين الهايلين، منهم الاستاذ سيد رجب، منهم ماجد الكدواني، هم اللي اطفوا هاني عادل، هم حقيقي اطفوا روح على الفيلم. ان هنا انت بقيت مع الشخصيه، ان الاداء هنا بيشيل كتير من عيوب السيناريو والاخراج في الفيلم.